إذا ضحايا ودمار ومصابون وحرائق وعالقون تحت الأنقاض في مدينة كفرن بالجرة استهدافها من قبل طائرات النظام الحربية والمروحية بغارات جوية استهدفت تناوبت 4 طائرات مروحية على قصف الأحياء السكنية في مدينة كفرنبل، بالإضافة أيضا لقيام المقاتلات الحربية من قبل سيخوي وميك بالإغارة أيضا على الأحياء السكنية في هذه المدينة. نلاحظ الدمار في هذا المكان والحرائق وعمل فرق الدفاع المدني على إخماد هذه الحرائق. طبعا القصف كان كثيف جدا، الوضع مرعب جدا بالنسبة للمدنيين الذين بدأوا بالهروب من هذه المناطق، حيث أنها أيضا شهدت حركة نزوح كبيرة، والآن ينزح من بقي في هذه المنطقة جراء كثافة القصف. الأخبار الأولية تفيد بوقوع شهيدان كحصيلة أولية وعدة مصابين بين المدنيين ودمار وحرائق، في بالإضافة أيضا للدمار والحرائق الذي لحق في منازل المدنيين وممتلكاتهم. لا تزال المقاتلات الحربية تحلق في الأجواء، تقلع من مطاراتها، تحلق في الأجواء، ولا تزال المروحيات أيضا تحلق في الأجواء، ولا يزال القصف في الصواريخ المحملة بالقنابل العنقودية يستهدف المدنيين هنا في مدينة كفرنبل. محمد فيصل، أورينت نيوز، مدينة كفرنبل، جنوب إفريقيا.